تقرير لدينامو اللي شغال معاك ويعتبر دراعك اليمين في كل شيء. اه طبعا ده دراعين الاثنين. الاستاذ عبد الناصر محمد وده ده صديق شخصي كمان معايا، لان احنا فتره من فترات كنت متواجد معاه. هنشوف هيقول لك ايه وترجع ترد عليه. تمام. وجود الكابتن حلمي طولان بالنسبه لنا كمدير فني للفريق الاول في نادي انبي كان تارجت وامنيه كبيره جدا، كنا بنحاول نحققها من اكثر من 10 مواسم، وكان في تواصل معاه، ولكن كانت دايما المفاوضات ما بتكللش بالنجاح، لان كان هو دايما بيبقى ماسك فرق تانية وكده. يعني الموسم ده الحمد لله هو مسك من موسم 19-20 في موقف يحتسب لمجلس إدارة النادي، تم التجديد ليه لمدة موسمين ونص الموسم. لما بنيجي نتكلم عن الكابتن حلمي لازم نقول ان هو يعني الالتزام، هو القيمة العالية جدا للكرة المصرية، تواجد رمز من رموز الكرة زي الكابتن حلمي طولان، وإحنا بنفخر دايما إن هو موجود في أرجاء نادي إنبي. دايما في الحقيقة لو هنتكلم بلغة الكرة هنقول إن في فرق الكرة في توقيتات ما بيبقى مطلوب إن قبل الناحية الفنية إن الالتزام يبقى موجود. أول ما بنيجي نفكر في تطبيق هذا الجانب يبقى لازم نكون بنفكر في الكابتن حلمي طولان. ولو بنتكلم على النواحي الفنية بسم الله ما شاء الله على الرجل، في أسلوب أدائه لعمله وفي البرامج اللي بيحطها وفي التخطيط طويل الأمد للفريق بشكل علمي منظم يحسد عليه في الحقيقة. هو بالنسبة له قريب جدا من لعيبة الكورة، وقريب جدا جدا من الجهاز والمعاون، ولكن داخل الملعب هو شخصية تانية خالص مختلفة تماما. أهم ما يميزها قوة الأداء والجدية والالتزام البالغ في تطبيق معايير الكرة. هتقول ايه على الدينامو الفريق عندك اللي هو بيعتبر اللي هو دراعك اليمين؟ يعني ده علامة مميزة، يعني تقول إنبي يبقى عبد الناصر محمد. عبد الناصر محمد يعني ده علامة مميزة، ده من زمن كبير كمان في نادي إنبي. وبعدين ده حضرتك بتقول لي دراع اليمين، ده هو دراعين الاثنين الحقيقة، الاثنين ورجليك الحقيقة. يعني عبد الناصر شخصية جميلة جدا، هادي يعني هدوءه ده وبيدي للعمل أريحية كويسة قوي. نعم. موفر لنا كل شيء احنا بنطلبه الحقيقة. ربنا يديم عليكم يا رب. ربنا يوفقه معانا ويوفقنا معاه بإذن الله.